أعلن حزب المعارضة في ميانمار أنه حقق فوزا كاسحا في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس بفوزه بأكثر من 70% من مقاعد البرلمان وفق النتائج الأولية. وأعلنت واشنطن ترحيبها بتنظيم الانتخابات وأكدت أنها تتابع سير عملية فرز الأصوات عن كثب. الفوز الساحق لحزب الرابطة الوطنية للديمقراطية في الانتخابات التشريعية يسجل تغييرا تاريخيا في جمهورية اتحاد ميانمار بورما. الإعلان عن النتائج النهائية خلال أيام، لكن الأرقام الأولية للجنة الانتخابات تشي باكتساح حزب المعارضة لمجلسي البرلمان الوطني ومجالس الحكم المحلية. زعيمة الحزب المعارضة البارزة أونغ سان سوتشي صاحبة 70 خريفا تقلدت عدة جوائز عالمية، منها جائزة سخروف لحرية الفكر وجائزة نوبل للسلام، تمثل تغييرا طال انتظاره في جمهورية خضعت لحكم المجلس العسكري لعقود. تقارير مراقبين دوليين أكدت حسن سير الانتخابات، لكن شهادات منظمات حقوقية انتقدت مظاهر قمع النظام الحاكم وتجاوزات عدة تمثلت في توقيف قيادات طلابية معارضة وحرمان مئات آلاف المسلمين من التصويت وعمليات تصويت مبكرة غامضة وإلغاء الاقتراع في مناطق تشهد نزاعات إثنية مسلحة. فوز المعارضة التاريخي ليس نهاية المعركة، فعيون أصحاب القمصان الحمر ترنو إلى انتخابات الرئاسة المقبلة التي ستمثل الاختبار الحقيقي لتغيير جذري في جمهورية ترزح تحت سيطرة أصحاب البزات العسكرية وإن كان في الخفاء.